ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاته. صحيح، جانيت بنت وليم شحاته. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعال تعال ما تخافش، يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا أهلا أهلا، شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ حسن. وحشني يا تريز. أهلا يا ست زينات. إزيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعة لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بوداد في العمارة، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا كركر، اتفضل، تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو وصل أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا حافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. ما يصحش، اتفضل. يلا يا حاج حسن. أصل ما يصحش نسيبه. أنتوا هتقعدوا تتعازموا على بعض ولا إيه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. اتفضل. تفضل يا بوليس يا اخويا، تفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. لطيفه. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جيركس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا هقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جيركس، شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. مين بقى المسؤول هنا؟ انا. طب اعمل لي محضر غلق وشمعلي الفرن ده، وهاتولي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. انا يا باشا، انا المدير. انا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكم فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الحق على واحده تانية في حياتي. وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو، قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز، ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بورس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بورس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو، ايوه يا اخ بولس.
احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشغلك كتير وربنا يكون في الهون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمهم، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. قديمه استني بس، استني. الو مين عايزه؟ قول له مرقص مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. طيب انا خلاص محاضره واجيلك. ماشي باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار؟ ايوه. ده واختنا وراك يا شيخ. ايوه. انا عبد النبي طه، مقرر اسره شباب الاسلام. ايوه. انت عارف يا اخ عماد ان انتخابات اتحاد الطلبه الاسبوع اللي جاي. ايوه. واحنا بنكون الكوادر المهمه اللي هتكمل المسيره بتاعتنا بعدنا ان شاء الله. ايوه. احنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في اسره شباب الاسلام. تيجي الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزين نبقى امام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو مفيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا متلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش في الباميه، ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت، اعملوا كابانيوت بعد الملوخيه كابانيوت. هكا علي انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على رحمي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي؟ ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لا قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع، هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سألتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. Ha, 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 ha,